السلام عليكم، مساء الخير، شو اخباركم؟ نتكلم اليوم على الانتي هيستامين. بعد ما تكلمنا في المره الماضيه عن الانالجيزك وانواع الانالجيزك، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منهم. نجي لموضوع مهم اليوم، وهو ايضا لا يقل اهميه عن المواضيع السابقه، ومهم جدا ايضا في درائك في الصيدليه، وكايضا معلومات تعرف عنه اللي هو في المستقبل، وتكون عندك درايه عليه، خاصه في بعض العائلات تكون عندهم مشكلة اللي هي مشكلة اللي هي الحساسية بتاعت الربيع، الحساسية الموسمية، تكون هذه معناها حاجة عندها كيف بنقول احنا فاميلي هيستوري، عنده هو ان حد عنده اليرجيك رينايتس، اليرجيك سينسايتس، مشاكل ايضا في الحساسية، وهي مشاكلها كبيرة، وايضا عندها مشاكل اخرى نتطرق اليها، وكيف انت ممكن تصفهم، وكيف لازم تعطيهم تحت اي، وكيف تكون الجرعة. اليوم حنتكلم عليهم بالتفصيل. نبدأ بأول دواء أو أول درج في الأنتي هيستامينيك درج، اللي هو كلوروفينرمين مليت. كلوروفينرمين مليت طبعا هذا مشهور جدا باسم الكلوروهستول، شركة إماراتية أو اسمها جلفار، شركة جلفار. كلوروهستول طبعا في منه سيرب وفي منه ايه تابلت، طبعا هو يستخدم كسيديتيف سين اس ديبريشن في حاله الديزنس، وايضا ان كوردينيشن يستخدم ايضا في ايضا كانتي هيستامينيك ايضا، وانتي قلنا احنا يستخدم ايضا كسيديتيف، عند زوز استخدامات. هذا بالنسبه لكلوروفينرمين مليت، وايضا يعطوا فيه في حالات الحساسيه، خاصه السيرب مشهور عند اطباء الجلديه كلوروفينرمين مليت، اللي هو قلنا احنا كلوروهستول. نجي لنوع ثاني اللي هو من المضادات للهستامين او مضادات للحساسيه، اللي هو دايمينيدين. دايمينيدين اللي هو ما يعرف بالفينستيل، عندنا فينستيل دروب وفينستيل جل. فينستيل دروب هذا يعطوا فيه الاطفال حديثي الولاده او في اقل من العام، يعني في قطر اذا كان عنده احتقان عالي او شيء يعطونهم خمس قطرات مرتين في اليوم. بتعرف فينستيل دروب مشهوره جدا، العلبه الحمراء هذه، في حالة الحساسية، حساسية الصدر أو حساسية الجسم، خاصة في الخارج الطفح الأحمر يطلع في الأطفال اللي دون العام، فينستيل دروب وفي معاه فينستيل جل. هذا بالنسبة لي دايمتندين. نجي لنوع تاني من الأنتي هيستامينيك، اللي هو يستخدم أنتي هيستامينيك وأيضا يعطوا فيه لي فعالية أخرى، اللي هو يقول لك حتى سيديتيف انتي هيستامينيك او سيديتنج انتي هيستامينيك دراجز، يعطوا فيه يقول لك حتى لي في حاله الموشن سيكنس، اللي هو يعطوا فيه دوار الحركه، يقول لك القيل بتاع المسافرين، مثلا ماشي واحد مسافه طويله في السياره، والله ماشي بيركب طياره، يجي دوخه او دوران، يعطوه داي هيدرامين، داي فينايل هيدرامين، ان صح التعبير، داي فينايل هيدرامين او داي فين هيدرامين. هذا يعطوا فيه خاصة حتى اللي بيركب السفن، ما يعرف بشركة إماراتية مشهورة جدا اللي هي يسموا فيها الديزينيل. الديزينيل هذا يقول لك أول حد يقول لك أعطيني أنا مسافر ويجيني دوران ودوخة، أقول له خذ هذا الديزينيل، في حبوب اسمها الديزينيل مشهورة جدا، تلقاهم في أول صيدلية، دي أي زد أي إن إل، ديزينيل تابلت كويسات جدا، ياخذها قبل ما يركب بنص ساعة حبة وكويس، وأثناء بعد فترة مرتين أو ثلاثة في النهار، وكويس جدا، هذا يمنع الدوران والدوخة والقي أثناء السفر. هذا بالنسبة للديزينيل. نجي النوع الثاني من مضادات الحساسية اللي ما يسببش، يعني يسببش النعاس، نون سيديتنج لونج أكتنج أنتي هيستامينيك. نجي اللي هو يسمى بيش السيتريزين، او مشهور جدا في التجاريا باسم الزايريتك او هيستازين، زايريتك 10 او زايريتك سيرب، في منه سيرب وفي منه تابلت، يقولوا له زايريتك 10 ومشهور جدا، يقول لك تعطيني زايريتك 10 او هيستازين. طبعا كيف ما تكلمنا عليه، وقلنا ايضا هو انتي كولينيرجيك وانتي سيروتينين افكت، لهذا هو ما يسببش ايش النعاس. انديكيشن يعطوا فيه يقول لك حتى في البريجننسي واللاكتيشن عادي يستخدم، هو لونج اكتنج طبعا نون سيديتنج. نجي لنوع ثاني اللي هو من المسكنات اللي ذكرتهن، نحكي لكم عن المضاد للحساسيه الذي لا يسبب النعاس. نجي نوع اخر مشهور جدا في الاي ان تي،
وأطباء الان تي يعني الاير والنوز والثروت اللي هو أطباء متعين أنف وأذن حنجرة يوصف فيه بشكل دائم شبه دائم في جميع وصفاتهم اللي هو الديسلور تدين، مشهور باسم الإيريوس، مشهور باسم ديسلور، مشهور باسم ديسا. هذين الأسماء كلهن يجي باسم اسم نوع واحد اللي هو يضمن تحت تركيبة معينة واحدة اللي هي ديسلور تدين. ديسلور تدين هو أنتي كولينيرجيك كونديشن، يستخدم في ريانايتس وأيضا يستخدم في الكرونيك أرتيكاريا. طبعا حبة واحدة في اليوم، ديما جرعة حبة واحدة في اليوم سواء كان منا سيرب وفي منا حتى ايش تابلت، جرعة واحدة يوميا مرة واحدة 5 ملي، في قوته هو ايضا 5 ملي جرام. عادة هذه الجرعة اللي موجودة في جميع الصيدليات، حبة واحدة يوميا تكفي انه هو تعالج البيشنت من حالات الالرجيك، قلنا تكلمنا عليهن الالرجيك ريانايتس او كرونيك ارتيكاري. نجي بالنسبة ليهم طبعا المدة متاعها 7 أيام، ديما ما تعداش الفترة 7 أيام، ويعطوا معاه ديسلورتادين حاجات أخرى. ديسلورتادين يعطوا معاه حتى بخاخة أفامايز، ويعطوا معاه أيضا إيش هدوم أكتر شيء الاستخدامات لأفامايز والديسلورتادين. في بعض الحالات الثانية لكن ما فيش داعي ذكر تو لأنه بنشعب ونطلع عن الموضوع، خلينا تو في الموضوع خطوة بخطوة إن شاء الله حندوي لكم في محاضرات أخرى أو تسجيلات أخرى اللي هي كيف تجيك الوصفة، كيف تعرف الوصفة يعني طول من خلال حتى التشخيص، أو حتى مرات التشخيص مش موجود تعرف أن الوصفة هذه تخص شنو، هذه اللي شني، هذا أكيد يعاني من كذا، هذا أكيد يعاني بدون أنك تسأل المريض. نجي لي نوع ثاني من المضادات للحساسية اللي هو يمتد مفعوله 24 ساعة ولكن لا حتى ما يسببش النعاس، اللي هو ما يعرف بالفيكسوفينيدين علميا، فيكسوفينيدين هيدروكلورايد، ومشهور جدا في الالرجيك رينايتس في الحساسية الربيع الموسمية اللي عندها هاي فيفر والالرجيك كونجكتيفايتس. يعطوهم الفيكسوفينيدين المشهور تجاريا باسم فيكسون المصري، او في شركة سانوفي افنتس اللي هي مشهورة به اللي اسم تيلفاست، في منها 120 وفي منها 180 في 60، لكن 60 عادة مش موجود هل الصيدليات، المشهور أكثر 120، ال 120 أكثر وصفا، ال 120 و 180 يعطوا فيه في الحالات هدومة. يقول أخذ حبة واحدة يوميا إيش أو نص حبة مرتين في اليوم، لكن عادة ديما الأكثر الوصف هو حبة يأخذها ليلا. طبعا هو ما يسببش النعاس لكن مفعولة تستمر 24 ساعة وكويس جدا في الحالات اللي ذكرناها. فيكسوفينيدين اللي هو ما يعرف بالفيكسون باكوي أحمر ومشهور جدا باسم التلفاست، أيضا يجيك باسم آخر التلفاست. نجي لنوع تاني لا يقل أهمية عن الديسلورتادين اللي هو أو يسموا فيه حتى هو أخو الديسلورتادين اللي هو ما يعرف باللورتادين أو اللورتين أو كلاريتين. هذا اللورتادين طبعا هو ريليف السمتوم اسوشيتد ويد ذا سيزونال الرجيك رينايتس والكرونيك ارتيكاري. طبعا في منه سيرب وفي منه حتى ايش تابلت. طبعا يعطوا فيه اللورتادين، حتى في واحد يقول لك عندي حساسيه في خشمينيات، انت تقدر تعطيه حاجه يعني شو بتعطيه، بتعطيه حبه ديس لورتادين يقول خذها مثلا يوميا حبه يوميا مش شرط في الليل، في اللي يقول لك في الليل يسبب انه يسبب النعاس. طبعا الديس لورتادين لا يسبب النعاس لكن الناس يقول لك هيك متعرف عليه يقول لك اعطيه حبه من الليل لليل، خذ حبه من الليل لليل، ممكن يكون انه هو سيديتيف مش سيديتيف ما تكلمش عليه ايضا، وان هو نوت كروس بلاد برين بارير ما ليش اي علاقه بالنعاس، لكن يكتب لك ليلا ليش مانيش عارف اللي يكتب لك فيها ليلا هذا شنو قصد شنو المقصد من الموضوع. لكن اللورتادين انه هو يجيك في حالات مثلا واحد يقول لك عندي حساسيه بخشمي خشمي ياكل فيه، تقدر تعطيه لورتادين وتقدر تعطيه شنو حاجه ثانيه، تعطيه قطره اتروفين، اتروفين بخاخ او اتروفين انت كصيدلي ممكن هدينا تصرف له باش تخفض ايش الحساسيه او الهستامين ريليز اللي صاير في الانف، الرياكشن التفاعل اللي صاير في الانف. طبعا باللورتادين نكون قد انهيت جزء مهم جدا في الانتي هيستامينيك دراجز اللي هم مهمان جدا. طبعا لازم تكون عارفن الديسلورتادين وايضا الفيكسوفينيدين واللورتادين، هذين اكثر ايش شهره ووصفا في الوصفات وفي الصيدليات، ايضا حتى الاطباء مشهوره في وصفاتهم ومشهورة أيضا حتى في الصيادلة مشهورة عندهم، هذين لازم أنت تكون عارفهم.
وشكرا لحسن استماعكم، وسامحوني إن كنت قصرت في شيء، وبارك الله فيكم، نلتقي في محاضرة أخرى بموضوع آخر، وربي يوفقكم.